نرحب بك معنا دكتور محمود الشجراوي المتخصص في الشؤون المقدسية. البيان الذي أصدره علماء الأمة اليوم والذي نددوا فيه بالانتهاكات والاقتحامات الصهيونية للمقدسات وضرورة أن تشترك الأمة في حماية المسجد الأقصى المبارك من هذه المسيرة يدفعنا للسؤال عن دور العلماء في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني بداية أنا أشكر قناة الرافدين على اهتمامها بهذا الموضوع الخطير في هذه المرحلة الحاسمة من مصير الأمة ومن تاريخ المسجد الأقصى المبارك. حقيقة أخي دكتور يونس أن دور العلماء دائما هو قيادة الأمة وهو ريادة الأمة وتوجيه الأمة نحو الاهتمام بقضاياها، فكيف إذا كانت القضية بحجم مسرى النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض في هذا العام إلى حملة لم ينجز الاحتلال من تهويده وتغيير هوية المسجد الأقصى المبارك ولا محاولة إظهار سيادته على القدس والمسجد الأقصى كما يحاول في العامين الماضيين، في العام الماضي وفي هذا العام، من محاولة إظهار سيادة المحتل على القدس والمسجد الأقصى المبارك أو من محاولة تهويد وتغيير هوية المسجد الأقصى المبارك. ولذلك كان لابد أن ينبري العلماء ليقوموا بدورهم، فإذا كان في الجانب الصهيوني وعند اليهود يقودوا التحركات الحاخامات، فمن الطبيعي أن يقود علماء الأمة التحرك الطبيعي لهذه الأمة ليظهروا أشواق الأمة وإخلاص الأمة لقضايا الأمة عامة ولقضية القدس والمسجد الأقصى بشكل خاص. نعم دكتور، على الرغم من كل التحذيرات وعلى الرغم من مما حصل في العام الماضي معركة سيف القدس، الاحتلال يصر بكل أجهزته الأمنية على تسيير وتنظيم هذه المسيرة ودعم المستوطنين الصهاينة، بينما لا يسمح برفع علم فلسطيني واحد في أنحاء القدس والمسجد الأقصى المبارك. كيف تنظرون لهذا الإصرار، وهل تعتقدون أن الاحتلال لم يقرأ الدرس في العام الماضي؟ دكتور يونس، المسألة ليست هكذا. المسألة المعركة في القدس والمسجد الأقصى في هذا العام هي معركة إعلان السيادة. العدو الصهيوني منذ 55 سنة يقول القدس عاصمتنا الأبدية، حتى أن استخدام لفظة الأبدية دليل ضعف وليس دليل قوة، دليل أنه حتى يومنا هذا لم يستطع أن يحقق أن تكون القدس عاصمة له. وهم يقولون منذ حتى قبل احتلال القدس في 67 كانوا يقولون أن لا معنى لإسرائيل بدون القدس ولا معنى للقدس بدون بين قوسين الهيكل. طبعا الهيكل هذا لم يكن له يوما وجود لا في المسجد الأقصى ولا في غير المسجد الأقصى المبارك. فالمعركة الآن معركة إظهار السيادة. فإذا أخذنا بس بلغة الأرقام دكتور يونس، إذا كان القدس القديمة ويعني منطقة شرق القدس حتى يومنا هذا بعد 55 سنة من الاحتلال نسبة العرب والمسلمين في القدس تتجاوز 93 إلى 94%. فهو إيش السيادة التي حققها الاحتلال إذا كان يخطط لمسيرة أعلام يضطر أن يحضر المستوطنين الذين سيرفعون هذه الأعلام من خارج القدس؟ في داخل منطقة القدس أو في شرق القدس لو كل فلسطيني رفع علمه في وقت مسيرة الأعلام سيكون لدينا، خليني أنا لا أبالغ أقول، لدينا 10 أضعاف أعداد الأعلام الإسرائيلية التي يمكن أن يتم رفعها. كما تعرف دكتور، هو لا يسمح بطباعة الأعلام وبوصولها كما تعرفون. أنا أريد أن أستثمر وجودكم هنا في السؤال عن دور العلماء مرة أخرى في حشد طاقات الأمة بمختلف يعني في مختلف الدول والساحات من أجل نصرة الأقصى في مثل هذه الظروف. نعم، اليوم طبعا صدر في المؤتمر الصحفي البيان للهيئات العلمائية التي وقعت عليه أكثر من 35 هيئة علمائية في العالم، طبعا من بينها هيئة علماء المسلمين في العراق وهيئة علماء فلسطين والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وهيئات علمائية كثيرة حقيقة بحجم الأمة. وأيضا أنا أريد أن أنوه أن دور العلماء في داخل فلسطين أيضا مهم لحشد أهلنا على الأرض. هم الذين إذا توجهوا إلى القدس وإلى المسجد الأقصى المبارك يحققون كما حققوا في الهجمات السابقة، يحققون الفرق وينتجون هزيمة الاحتلال
الذي مني العام الماضي بخمسة هزائم متتالية، نبدأها بهبة باب العمود وننهيها بمسيرة الأعلام التي أنهتها حرب سيف القدس. وفي هذا العام حتى يومنا هذا أخي يونس لم يستطع الاحتلال أن يضع حتى الحواجز الحديدية في منطقة باب العمود، ورغم كل الدعوات التي أطلقتها منظمات الهيكل، وبالمناسبة مسيرة الأعلام هي مسيرة هي مناسبة قومية وليست مناسبة دينية. نعم. رغم ذلك الحاخامات يتدخلون ويعني يحضون الناس على المشاركة بها، ورغم ذلك نرى أن كثير ممن يصفون أنفسهم بعقلاء الصهاينة يطالبون بعدم تسيير هذه المسيرة إذا كانت ستعود عليهم بهزيمة كما حدث في العام الماضي، أو أن يضطر الشرطة أن يقوموا بسحب هذه الأعلام كما رأينا في رمضان أكثر من مرة الشرطة كانوا يهاجمون الذين يرفعون الأعلام في داخل المسجد الأقصى المبارك. واليوم كان في دعوات من إثمار بن غفير أن يتم أن تتوجه مسيرة الأعلام بدل أن تنتهي في ساحة الأوراق أن تدخل إلى داخل المسجد الأقصى المبارك، وهذا حقيقة إن دل على شيء فإنما يدل على أن المحتل لم يستوعب درس العام الماضي، أو أن هنالك جهات من الاحتلال لم تستوعب الدرس. نعم. وأنها بحاجة إلى درس جديد، والله تعالى أعلم. المختص في الشؤون المقدسية دكتور محمود الشجراوي، شكرا جزيلا لك.